للأسف بل هو أمر مؤلم جدا ما حدث خلال هذه المفاوضات من تجاهل للوسط الصحفي برمته لمعاناة الصحفيين الأقدم، معاناة منذ بداية الحرب، وهؤلاء الصحفيين تم اختطافهم من أماكن أعمالهم ومن منازلهم، وتمت يعني عملية ممنهجة من التعذيب وأيضا أخذ الأقوال بالقوة، وأيضا حتى ذهابهم إلى محكمة جزائية متخصصة بقضايا الإرهاب ومحاكمتهم بصورة هزلية والحكم عليهم بالإعدام. نعم سلسلة هذه من الانتهاكات في حق الصحافة والصحفيين لطالما يعني تجاهلها المبعوث الأممي ولم يذكرها، حتى في إحاطته إلى مجلس الأمن لم يذكر الصحفيين سوى مرة واحدة في هذه المفاوضات. للأسف الشديد الصحفيين ليسوا أبناء مسؤولين وليسوا سعوديين حتى يتم الحديث عنهم وحتى يتم مبادرتهم وإطلاق سراحهم، بل أن هناك أيضا الصحفيين الذين حكمت المحكمة الحوثية بإطلاق سراحهم ولا يزالون حتى الآن معتقلين. إذا كانت المحكمة نفسها التابعة لهم المحكمة الهزلية أمرت بالإفراج عن 6 صحفيين، لا يزالون حتى الآن منذ تلك المحاكمة حتى الآن لم يفرج عليهم. يا أخي على الكريم، نعم، نحن في المنطق الخط تفضل. أعني أقول أن المنطق السياسي والعقلاني يقول بأنهم أولى بأن يطلق سراحهم، ليسوا في جبهات قتال، وقتالهم هو بالكلمة يعني، بل افترض ألا يعتقلوا أصلا من حيث المبدأ. إذن لكن لماذا لم تعترض وفد الحكومة على ذلك؟ لماذا لم يصر على إخراجهم؟ عندما تحدثنا مع وفد الحكومة فيما يخص موضوع الصحفيين نعم قالوا بأنهم تقدموا بطلب لجماعة الحوثي وجماعة الحوثي رفضت. نحن نعتبر أن موقف الحكومة كان موقف هشا لم يضغط، وهي ليست المرة الأولى التي يتجاهل ويتناسى الصحفيين في أيضا في ستوكهولم وفي غيرها من الجولات المفاوضات التي كانت في الأردن، ويبدو أنهم يتجاهلون هذه القضية. يبدو أن هذه المفاوضات الحالية لتبادل الأسرى لم يكن الهدف منها حتى بقية الذين تم إطلاقهم من يعني تم اعتمادهم في عملية تبادل الأسرى من اليمنيين، ربما كانوا ما نعتبره أنه تحصيل حاصل أو ذر الرماد على العيون، لأن هناك الأمر واضح بشكل كامل أن هذه المفاوضات أتت من أجل الجنود السعوديين فقط لا غير، وبالتالي لم يكن هناك أي رؤية واضحة لدى وفد الحكومة إزاء بقية المعتقلين. الحديث يدور بأنه سيكون هناك جولة قادمة من المفاوضات وربما يتم إدراج الصحفيين ضمن صفقة الكل مقابل الكل، وأنا أعتقد أن هذا الأمر صعب جدا خاصة ضمن في ظل الإشكاليات والتعقيدات هذا الملف والكثير يعني العدد الكبير من المعتقلين. نحن في نقابة الصحفيين سوف نوجه رسالة شديدة اللهجة نستنكر فيها إلى مكتب المبعوث الأممي، نستنكر فيها تجاهل الصحفيين، وأدعو الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الصحفية اليمنية المعنية بحرية الرأي والتعبير والمنظمات الحقوقية إلى مساندتنا في هذه القضية. نحن نعتبر أن المبعوث الأممي خذل الصحفيين كما خذلنا المجتمع الدولي وكما خذلتنا الحكومة أيضا. ربما هناك أشياء كثيرة تدور في الخفاء أو في يعني اللقاءات غير المرئية لنا وليست أمام على الطاولة. هناك الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها الوفد الحكومي، ليس لديه إحصائيات شاملة ودقيقة بعدد المعتقلين وبالأسرى، وليس هناك أيضا متابعة حقيقية لموضوع الأسرى. ربما هناك انتقائية فقط ورضوخ لمطالبات أو لشروط الحوثيين. يعني حينما تحدثنا عن الصحفيين قالوا أنها الوفد الحكومي رفض. طيب وماذا فعلتم حينما رفض؟ نعم، ماذا فعلوا حينما رفضت؟ ما الذي قمتم به؟ هل الأمر بهذه الفصاحة أم بأنه كان نوع من إسقاط الواجب فقط؟ ربما كان هناك اختلالات كثيرة، لكن للأسف أيضا المبعوث الأممي هو
لا يركز فقط على الحل الجذري لهذه المشكلة، ويعرف أن الإشكالية الكبيرة لم يكن هناك أي تقدم في السلام، ولا في إيقاف الحرب، ولا في العملية السياسية. وربما هذا الملف الوحيد الذي يظهر بين فترة وفترة ليجدد لنفسه الدور بأنه فاعل وبأن القضية فاعلة. الحديث ربما عدد الصفقات التي تمت في تبادل الأسرى وإخراج المعتقلين عبر شيوخ قبائل أو عبر وساطات محلية في الداخل ربما أكثر بكثير من الصفقات التي أو تبادل الأسرى التي تمت بين الحكومة وبين الحوثيين. أضف إلى ذلك أن المرحلة الحقيقية الآن هي مرحلة الإفراج. هل هناك تعقيدات؟ هل وكما هو معروف الحوثيين سهل جدا أنهم يتنصلون حتى عن أي اتفاقية، وسهل جدا أنهم يغيرون آرائهم في ليلة، بل إنهم ينقلبون حتى على الاتفاقات، اتفاق السلم والشراكة نعم الذي كان هو يعني طلبهم انقلبوا عليه، فما بالك باتفاقيات أخرى. خير هذه ان شاء الله جماعة اخي الكريم. طيب دعني اقول ونعيد السؤال مره جديد، يعني هل وجود اسرى سعوديين في العمليه زي تاثير على ما جرى، يعني بحيث انه تم التركيز على نقاط معينه من الجانب الاسرى والتفويت في حق الاخرين، ام ان القضيه هي جاءت هكذا؟ يعني يعني هم رفضوها اولئك قبلوا. الأمر واضح جدا يعني في هذا السياق. ربما كل هذه المفاوضات التي تمت في جنيف لم تكن ستجري إن لم يكن هناك معتقلين جنود سعوديين فقط، وهذه كانت مجرد زوائد. يعني نحن أيضا في مسألة الحق الإنساني في الحرية هي للجميع يعني، ونحن أيضا مع عائلات يعني قلوبنا مع عائلة أسر الجنود المعتقلين، كانوا سعوديين أو كانوا سودانيين أو كانوا من أبناء بلدنا. ولكن الانتقائية الواضحة ربما هذه المفاوضات تمت لأن هناك معتقلين سعوديين، وربما لم تكن تتم يعني أبدا. وكما قال الأخ توفيق بأن هناك يعني مفاوضات سابقة ومباشرة ما بين السعوديين والحوثيين، الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات هي الجنود السعوديين ولا غيرها.